هنايا شنو عندي البار ديال الشراب الحمار. هنا البار نخلص ديك التقية ديالك. يقول صحة وايد عيش ريح صيرا بصحة. أشوف أنا هذا العام هذا نيت قوة الوالي صح العام إن شاء الله أنا اللي غادي يشري حولي حيث أنا هو الرجل ديال الدار. لا هو ما غادي نجاوب لوك ماسكان سكان جير سكان ماشي سكان أكبر لك فرصة لا لا قرا 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 بلا ما قرا عليها راه اوه لا زعليك لا زعليك ياك وصاحبي انا شوف حنا بغينا نشهروا باش تولي مشهور اه باش تولي راه ولاو كيعرفوا الناس راه تولي مشهور باش ما تودش الا خرجتي برا ما تودش والوليد راه ولاو كيعرفوا الناس ايه لا نسمو لو كيعجبك مزيان تجي وي سيغنال تنسخو خو خو هذا نوضه حتى هما حامل القران الخل شحال حامل القران حامل كتاب الله يلاه خلينا واحد الحزب قرا قرا صاحبي الوليد اشربت البارحه شربت شربتي البارح انا راه تعشرت البارح البارح اشنو شربتي البارح ما شربت والو واش انتي كتبوع عليا انايا شنو عندنا البار ديال الشراب الحمار عندنا هنا البار نخلص سيق ديك التقيه ديالك عرفت الله عليك الحمار قبل خوت شوفوا دابا شنو طاري دابا انا مريض وحق الله البارح كنت في البحر ضربتني ديك الشمس ديال تغازوت وشوي مواج لعبوا بيا وجريت عرفتي شحال جريت وحق الرب بلا شي 7 كيلومتر اللي جريت جريت واه جريت لا طريما ايوا فاش جيت الخوت تخيت قال لك اودي لا شربتي المحيه وهضر معاه دابا انت ولكن شميتي ريحه ديال الكموس ياك ما كليتي الكموس وسيرا واش شميتي ريحه الخوخ كليتو في تغازوت جات تخمر ليا في الطريق اي تخمر ليا في كرشي وكبيت هنايا شوف انا غادي بالخسران حمادي جمع راسك راه غادي بالخسران والله العظيم الا انت رجليك خرجي شويه ما رجلي راه باقينا كيفاش باقينا صافي الوليد راه مع حسام كان سير حيد داك الشعر لا انت حامل كتاب الله ولكن داك الشعر اللي هنا باش يبغيوك البنات ولا شنو هذاك الشعر حيد هذاك الشعر يا شويه كشويه كاينه غادي يسكن في غير الكمل ودير ثلاثة الصمدي إلا حيدوا ليك الأولى تعيق الثانية حيدوا ليك الثانية تعيق الثالثة ولا حيدوا ليك الثالثة صافي هزوا وضربوا الضوء وليد أنا مشي لصوري دغيا أجي يسهل يسهل وليد حمويدك عبد حمويدك أنا هو الأولى أنا مريض أصاحبي راه مريض أصاحبي حمويدك والله الا حشم ندخل ونقراش وندخل والله الا سهل واحد غير داكشي وي بغيت نتوضا هو الاول سير بحال والله الا حشم عليك قبينا حطها لك في المراح بالله المرمى حيت صاحبي هذيك بصحة وايد عيش ريح صيرا بصحة عاود نشوف كي درتي لي غادي يطلع مع الحيط واه هاد الحصيرة صاحبي هاي الحصيرة هنايا اش بغيت تطلع مع الحيط لا خصها تطلع هي طالعه هي طالعه بحال ولا هذاك راه الشيط هذاك انا مكلخ الشيط راه بغيت نطلع انا اش بغيت تطلع اش بغيت تطلع 60 بغيت نطلع فين طلعت انت طلعت ولا نشال واش طلعت تما وليد وما طلعش والله يهديك الله يهديك خصها تطلع صاحبي وما خصهاش تطلع طلع هنا وطلع هنا صاحبي باش يبقى داكشي مسانتلي نوضه ونوضه راه الشيط هذاك خصك تقطعو صاحبي خصك تجيب داكشي لا تبقى صاحبي ها هو هاك هاكا لا 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 هو 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 البلان شنو هو البلان هاكا هذا ايه قداش شنو هما رجلي الوليد فصل ليا كاع شي حصيره لرجلي خاصني البروت كان ديال العسكر جمعه ودير شي جمعه الوليد كيف الحال؟ الحمد لله لاباس عليك شوف شحال خلصت صاحبي كتشكي كتشكي هذا ماشي كتشكي هاد الضو ها الماء والله العظيم الا 7 بريد ومنتهي تقول لي انا سميتو خلينا الوليد من هاد الشيء كله دابا هذا راه والو بالنسبه لداك الشيء اللي غادي نقول لك انايا اش غتقول لي
وفرحني والعيد كبير راه قرب اياه هاك تشري الحولي ب 2500 درهم ما عندنا برج الحولي انا بركه عليا حوليه نجيب انا غير سميتو غير حوليه بركه عليا سكتا ولا المعزيه نجيب غير واحد المعزيه المعزيه لا لا شوف حيت انا فيها السكر لا شوف شوف انا هذا العام ديال 8 ابريل انا هذا العام هذا هنيت خوت دار الوالد صح عام ان شاء الله انا اللي غادي نشري حولي حيت انا هو الراجل ديال الدار صافي تكون هاني هنيتيني ولكن بلاتي بشرط بشرط انت جيب التقديه جيب نص كيلو ديال التحميره ونص كيلو ديال السكنجبير ونص كيلو ديال اش من ولاباس صاحبوش وهي بغيتي سميتو شوف انا خلص الضوا 7000 ريال اللي خلصت دابا الدور الشريط دول ما خلصتو وغنخلص دابا الذكرى نسي ونخلص اش غادي يشد لي انا نجيب سميتو جيب غنجيب الدرهم ديال التحميره ياك وانت جيب الحولي درهم ديال التحميره شفتي الفخر الفخر جيب انت 5 كيلو وانا نجيب 5 وعاوننا صاحبي عندك تقول بلي نجيبها على 5 وما تجيبهاش لا لا غنجيب 5 جيب ما كاينش شوف انا نقول لك نعماس جيب نص كيلو من كل حاجه راه ما فيهاش نص كيلو ديال وجيب جيب واش انت بغيتي وبركه درهم من حاجه شو شو صاحبي اش من درهم واه شو واش انا نجيب صاحبي نجيب انا حوالي 2000 درهم وانت تجيب شوف انا الملحه ما كناكلها فهمتي غادي تجيب الفخر تجيب 5 كيلو ديال الفخر ياك وانا نجيب 5 صافي وشكون غيمدي الماس انت مدي الماس لا انا اللي شريت الحول لا مدي الماس على حسابك صاحبي واش شوف هذا العام هذا هنيني في كل شيء راه فيا طونسيو لا حمادي هو خرج عاد راسو بالطونسيو باش نرد عليك هنيني في كل شيء انا غادي ندي الماس شكون اللي يجيب الفصا لبسه لبسه ولا عليك على حسابي عندك تمشي دير ليها بحال داك العام الفايت لا لا كتمشي للزباله وكتجمع الزبل ديال الناس والله داك الربيع كيعطيوها لي مال الخضره غنجيبو انا لا 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 شوف انا نحاول اللي غنجيب اللبسه بغيتو ياكل الفصه الله يرحم بها والدي صافي الملحه غنعطيو الملحه حيت كيكون فيها البخوش داك البخوش في الراس باش تموت هذيك البخوش عطيو الملحه الخضره عطيو الملحه ها وجبنا شي واحد العدو التكي ما جبتش هذاك الشيء راه هاكا هاكا ما غادي يجاوب تيطفى الو اهلا بك انا خويا زيد في هادشي زيد في هذا اه خالد معنا قطعت عليه راه باقي كيهضر الوليد انا بعدا شوف راه انا ندير واحد المشروع في رمضان قلت لك في رمضان في العيد اش كيدير هذا المشروع غادي نشوي الريوصه شو كتقول الراس ديالك الا بغيت تشوي عندي ب 600 درهم ما ما نعقلش عليك انا واه تشوي انت سميتو علاش التجاره هذيك صحيح على حسابي غتدير البوطه ديال هنا لا لا غادي نشريها من فلوسي انايا بوطه لا بوطه شريها من فلوسي ها هكاك صافي يعني يعني تعطيني 600 درهم ديال الراس لا نشوي لكم شوف لا الحمى ديك ما تقول لي نعطيك 600 درهم راه ستي ديال الراس اللي دايره تشوي امك وانت كتقول لا 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 امي ما غاديش ندير لها ثمنه اسمح لي 600 درهم تعطيها لي انت صافي صافي مشات السلام عليكم راه 400 600 زيد 10 درهم التجاره ما فيهاش انت با ولا جده ولا ما كنعرفكش داير التجاره شوف ها هو ما كيعرفنيش هو ولا كنتمناو الضاله زعما يهدوا لي حليه الضاله يضرب لي بزاف قلاب ريال وحده 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 المنين باش نلوح الضاله هو كيقص كيتشطر معايا على جوج بوان سير دير الاوراق وانا ندير لك الضاله الا ما درتيهاش ليك انا سير راجل يلاه سير ان شاء الله كنقول لي الاوراق كيتكونوا ان شاء الله ان شاء الله ومعاد وعاد في كاين معاد وخرجوا فرماج فرماج اسكال اسكال صباح النور يا وليد صباح اه صليتي ولا لا؟ اه؟ صليتي ولا لا؟ لا صليت ابن صار صليت انا اليوم صليت ولا كامل شتك انا في الفوق لا راه فين في الفوق انت انا لتحت انا صليت انا لتحت بس صليت راه تحولت لفوق خلينا من القول ديك شوف صليت انا الفوق عاد بغيت نقول لك شنو سميتو ورا فاش صليت انت الفوق شفت كنت الفوق وانا صليت لتحت شوف ما مشيتيش مشيت اصاحبي ها سول امك مشيت اصاحبي هو سولني انا وعلاش انت مشيتي ولا مشيت اصاحبي راه ديما كتطلع يد للفوق علاش ما سميتو وكون هاني ور وليد راه مشيت اصاحبي راه عرف كاع عرف كاع باش 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 خطب بس باش باش خطب اه باش خطب يلا باش خطب الفقيه خطبها على دوك المنافقين اللي بحالك كيصليوها كيصليوها من الجمعة للجمعة عيد عيد العشرة صاحبي ورضا وعيد شنو عطلوا عليك
يا سلام ودي نيغا مبروك ديال تركيا سوينا سي عبد الله هيا خير هذا النغمه خير انا سكان جيره سكان افر ماشا سكان اكبر له فرصه هذا